تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. نعم، وضمن جلالته برقيات التهنئة أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.